السلام عليكم. عايزين يعني ايه نتعرف الاول على يعني ايه سلامة وصحة مهنية. اظن ناس كتير جدا مننا بدأوا يسمعوا عن المجال ده، حتى لو انت مش شغال في الفيلد نفسه تبدأ يقولك السيفتي السيفتي السيفتي. يعني ايه سيفتي؟ واعتقد ان معظم الناس بعرف دلوقتي كلمة سلامة وصحة مهنية، نادر قوي اللي لسه ما يعرفش. فاحنا حابين نتعرف على المجال ده وهنبسط المعلومات بحيث ان هي ايه تكون اسهل في الوصول. السلامة والصحة المهنية بمنتهى البساطة كده هو اي علم متعلق، هو متعلق يعني هو علم متعلق بعلوم كتيرة جدا، بس هو بيهدف في الاساس للحفاظ على العنصر البشري. هو اساسه ان انا بحافظ على العامل العنصر البشري، كمان بيضعف الاعتبار ان انا بحافظ على الاله او المعده الفرد ده بيتعامل بيها. يعني انا مش بهتم بالعنصر البشري والالات والمعدات اللي جايه بفلوس دي، مش بهتم بيها، لا بحافظ على سلامتها، كمان بحافظ على الماده الخام من التلف او من الحرائق. عشان كده بامن الدنيا مثلا من الحرائق وكده، ليه؟ لان بضع في عين الاعتبار ان الماده او المصنع ده اللي متكلف معايا بفلوس قد كده لازم احافظ على امانه وسلامته من اي تلف. كمان بحافظ على البيئه نفسها، البيئه اللي العامل ده او الشخص ده متعايش فيها، سواء كانت البيئه الداخليه اللي هو يدوب في نطاق العمل بتاعي او البيئه الخارجيه كمان، بحيث ان منطقه العمل بتاعتي ما تاثرش على العالم الخارجي وتحدث مثلا تلوث او ضوضاء او تلوث حتى بصري او اي انواع من انواع التلوث اللي احنا ممكن نتعرف عليها بعد كده. يبقى هو منتهى البساطه هو العلم اللي بيهدف، هو زي ما احنا قلنا كده هو علوم متعلقه بحاجات كتيره جدا، علوم هندسيه وطبيه، علوم كيميائيه وفيزيائيه وجيولوجيه، متعلق بالحفاظ على العنصر البشري، متعلق بالحفاظ على الآلة والمعدة والمواد الخام، بحافظ كمان على البيئة اللي أنا متعايش فيها. يبقى ده تعريف مبدئي. طيب منين بقى نشأت فكرة أصلا اللي أنا أعمل رولز أو قوانين أو لوز خاصة بالسلامة والصحة المهنية؟ طبعا أول تشريعات وضعت مظبوطة كانت في أمريكا لحد بدايات 1970. كانش في أي مؤسسة في العالم كله في قوانين بتحط اعتبارات لعلم السلامة والصحة المهنية والأمان في مواقع العمل. بس بدأت الحوادث العمل تكتر كتير جدا، بدأ معدلها يزيد، فلا احنا كده لازم نقف ونعرف الأسباب ونعرف ازاي هنبدأ نحل الموضوع ده. طيب بدأوا نعمل حصر، الأمريكان يعملوا حصر للحوادث اللي بتحصل في مواقع العمل المختلفة. وجدوا ان الحوادث الجسيمة، مش الحوادث كمان البسيطة، الجسيمة اللي هي ممكن تكون ادت لإصابات جسيمة، ممكن تكون ادت لوفاة، ممكن تكون ادت لكوارث في مواقع العمل، كانت بمعدل 14,000 حالة وفاة وإصابة جسيمة في كل سنة. طبعا ده 14,000 حالة، طبعا ده معدل كبير جدا، معدل ضخم جدا. فقال لك احنا لازم نقف ونضع اعتبار للحوادث اللي بتحصل دي، نبدأ نحط ضوابط الناس تلتزم بيها، ونحط قوانين وتشريعات، ونبدأ نحط عقوبات ومخالفات مغرمة للناس اللي هتخالف الموضوع ده. 1977 كانت البداية ان الكونجرس الامريكي يحط تشريعات السلامة والصحة المهنية ويعتمدها، وكانت الموضوع ده اسمه الأوش أكت. بدأت بعد كده بعدها بسنة 1971 حطوا بقى وزارة مختصة للسلامة والصحة المهنية اسمها الأوشا. الأوشا هي اختصار للأوكيوبيشنال سيفتي هيلث أدمنستريشن. دي كانت إدارة مختصة في وزارة العمل الأمريكية، كان همها وشغلها الشاغل اللي أنا إزاي أحمي 90 مليون عامل أمريكي في بيئة أعمال مختلفة من الإصابات والحوادث اللي بتحصل. بدأ يحطوا بقى القوانين والتشريعات
وينظموها، وبدأوا بعد كده يدخلوه في القانون الفيدرالي. القانون الفيدرالي ده بيتقسم كده لخمسين ايتمز. الايتم الخاص بتشريعات السلامة والصحة المهنية تحت عنوان او رقم 29. يعني اما نيجي مثلا نمسك القانون الفيدرالي ده بنلاقي مثلا هو عنده يعني في 50 مادة. طيب قسموا القوشة دي لأجزاء كتير، من أهمها واللي احنا بنبدأ ندرسها وبنتعرف عليها في جميع مواقع العمل، في حاجة اسمها القوشة جنرال، في حاجة اسمها القوشة كونستراكشن. البند المتعلق بالقوشة جنرال بياخد رقم 1910. عشان كده لو انت مثلا اخدت دورة القوشة ومعاك الماتيريال بتاعتها بتيجي تبص تلاقي 29 اللي هو العنوان الرئيسي، بعد كده 1910، يبقى ده قوشة اندستري. اندستري اللي هو الخاص بقوانين السلامة والصحة المهنية الخاصة بالصناعات العامة. بعد كده يقول لك ايه مثلا رقم كذا اللي هو المتعلق بالسائلات، بعد كده رقم كذا المتعلق بالأونش. تمام. الجزء الثاني خاص بالقوشة كونستراكشن اللي هو بقى قوانين السلامة الخاصة بالمواقع الإنشائية، وده بياخد رقم 1926. طيب عايزين بعد كده بقى هنتعرف ليه اي مؤسسة في العالم كله لازم تطبق سلامة وصحة مهنية. والله الدوافع متعددة. في الاساس عندنا 3 دوافع رئيسية تخلي اي مؤسسة تطبق نظام السلامة والصحة المهنية. الاسباب دي في اسباب اخلاقية، في اسباب اقتصادية، في اسباب قانونية. في طبعا مؤسسات بتهتم بالسلامة والصحة المهنية بس من أجل القانون، من أجل الغرامات. في ناس تانية واسعة الأفق طبعا بتهتم عشان الأسباب الاقتصادية اللي هنتعرف عليها. في ناس بقى تانية ومؤسسات يعني أكثر أخلاقا وأكثر تحضرا وأكثر رحمة بالعاملين اللي شغالين معاها، فبتبقى بتطبق عشان السبب الاقتصادي والسبب القانوني والسبب الأخلاقي. انا هبدأ بأهمهم بالنسبة لي هو السبب الاخلاقي. يعني ايه سبب اخلاقي؟ يعني حاجة بترجع ان انا مسؤول، مسؤولية انا كصاحب عمل، انا مسؤولية كاملة عن العامل اللي جاي يشتغل في موقع العمل بتاعي، وبناء عليه انا المفروض اخلاقيا ان انا غير مقبول على الاطلاق ان عشان واحد جاي يدور على لقمة عيشه او يبحث عن رزقه ان يروح باصابة او ما يروحش خالص. طبعا ده المجتمع كله بيرفضه، وعشان كده انا ببدأ اطبق سلامة وصحة مهنية، اللي انا ابدأ اوفر مهمات، اللي انا ابدأ اوفر بيئة عمل امنة، اللي انا ابدأ امن على الناس اللي معايا، اللي انا ابدأ ادربهم واعرفهم، اللي انا اتعرف على مخاطر العمل واحط كنترول مناسب، وي 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 وي. كل ده بسبب اخلاقي. طيب ايه بقى الاسباب الاقتصادية؟ انا قلت المؤسسات الواسعة الافق هي اللي بتطبق سلامة وصحة مهنية عشان السبب الاقتصادي. يعني ايه السبب الاقتصادي؟ هنجي نحسبها كده. في ناس كتير يقولك سلامة وصحة يعني هجيب مهمات وهجيب معدات وهجيب حاجات خاصة بالكنترول اللي بيقولوا عليها، يا عم ايه بلاش وجع قلب وتكلفة على الفاضي. على الفاضي؟ لا مش على الفاضي. ليه؟ والله في مواقع كتيرة جدا ربنا بيمشيها معنا بالستر، بس يوم ما بيحصل الغلطة تبقى فورة زي ما بيقول، بيحصل إصابة، بيحصل الحلاق والكوارث اللي بنسمع عنها، بيحصل الوفيات المتعددة في مواقع العمل. احنا يعني ايه في مصر عندنا، يعني انا كنت شغالة في موقع اشتغلت فيه سنتين، كان في سنة منهم 4 حالات وفيات. طبعا ده عدد كبير جدا. طيب هتيجي تحسبها من الناحية الاقتصادية انت كمسؤول عمل، والله تكاليف الحوادث اللي بتحصل دي، في حاجة اسمها تكاليف مباشرة وفي تكاليف غير مباشرة. يعني ايه تكاليف مباشرة؟ يعني بحصل عندي حادثة، اولا في غرامات هدفعها للراجل، وخاصة بقى وخاصة كمان لو راح رفع عليا قضية، التعويضات والمستحقات، التلفيات اللي بتحصل سواء بقى تلفيات في المباني، سواء تلفيات في المنتج نفسه، في المواد الخام، في المعدات بتاعتي،
كمان الأجور اللي بدفعها للعامل ده وهو متصاب ومبيشتغلش، كمان إصلاح بقى التلفيات، كمان الوقت نفسه اللي بيفقد في وقت الحادث، والتحقيقات والنيابة والشرطة وحتى بتوع السلامة بيجي وزهقونا عشان يحققوا في الحادثة، كل ده وقت مفقود من الإنتاج. كمان اما في عامل بيتصاب او لا قدر الله بيحصل له يعني حاجة نيابة خلاص هيقعد، او لا قدر الله في الوفيات، العامل ده كان مدرب على شغلانة معينة، اما اجيب عامل جديد وهدربه وهوظفه ودي تكلفة اضافية. طب ايه بقى التكلفة الغير مباشرة؟ في يعني حاجات كتيرة جدا غير مباشرة هتأثر عليا، منها اول حاجة سمعة الشركة. هو انا ما بيحصل انا كشركة او مؤسسة بيحصل عندي حالات وفيات واصابات وحوادث وحرائق وي 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 وي، ده ما بيأثرش على سمعتي؟ انا لو عميل كويس زي الاجانب مثلا بيجي يتعاملوا بيقول لك ايه سابقة الاعمال بتاعتك وهات لي بقى السجل بتاع الحوادث والاصابات والسيستم بتاعك اللي انت مطبقه عشان السلامة والصحة المهنية، فده كل ده بيأثر على سمعة الشركة. كمان الحاجات اللي من الحاجة الغير مباشرة ان العمال نفسهم اللي شغالين معاك في الموقع، اما بيحصل حاجة زي كده طبعا ده حاجة بتأثر على الروح المعنوية للعامل نفسه، فبيأثر على كفاءة العمل وبالتالي بيأثر على الانتاج بتاعي. كمان تكاليف بقى التأمين اللي بتدفع، بيحصل فترة كده بيحصل فيها لخبطة فبيحصل عدم انتظام في الانتاج نفسه، اما كمان بعمل ككنترول اللي انا بزود نسبة الاشراف على الاعمال، كل دي تكاليف غير مباشرة. كانوا دايما بيقولوا لنا في حاجة اسمها كده الايسبرج، الايسبرج دي اللي هو الجبل الجليدي لتكلفة الحادث. يعني ايه نظرية الايسبرج؟ كان دايما يقول لك ان الجبل الجليدي ما بتشوفه بيكون كده في جزئين، جزء فوق المية وجزء تحت سطح المية، اللي فوق سطح المية بيكون قد كده صغير، اللي تحت سطح المية بيكون كبير جدا يكاد يوصل لأكتر ممكن من 5 أضعاف. هي دي بقى التكلفة المباشرة للحادث، هو الجزء اللي فوق سطح المية. التكلفة الغير مباشرة للحادث هو الجزء الأسفل سطح المية. فالتكلفة الغير مباشرة انت بتقعد تدفع في ثمنها لسنين قدام، فما تيجي تحسبها بالعقل انت لو طبقت سلامة وصحة مهنية هتوفر كل ده، فهي دي الناحية الاقتصادية اللي احنا بنتكلم عليها. طيب الأسباب بقى القانونية، الأسباب القانونية دي طبعا ان في احنا عندنا مثلا هنتكلم في مصر مش هنتكلم على الدول اللي بره، احنا عندنا تشريعات خاصة بالسلامة والصحة المهنية، طبعا عندنا تشريعات خاصة بالسلامة والصحة المهنية ودي مذكورة بودو في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في بنود كده باب الباب الخامس متخصص في بنود السلامة والصحة المهنية. طب انت لو ما طبقتش البنود دي هل حد بيجي يفتش عليك؟ اه طبعا في حد بيجي يفتش عليا. مين اللي بيجي يفتش عليا؟ وزارة القوى العاملة، مكتب العمل اللي بيندرج من تحتها اللي هو بيندرج تحت وزارة القوى العاملة. طبعا بيكون في مهندسين السلامة والصحة المهنية من حقه عندهم ضبطية قضائية، من حقهم يجي يفتش عليك. اما يجي يفتش عليك لا اما بقى بيدوك انذار تمام وبيحددوا لك طبعا الوقت اللي انت تخلص فيه المخالفة، لا اما بيدوك مخالفة لو انت مطبقتش او الموضوع ان هو خلاص يعني مش مستحمل انذار، او الموضوع بقى لو اكبر من كده وانت مستجبتش وبدأ يبعتوا لك بقى جواب واتنين وتلاتة، بيعملك منع نشاط او غلق النشاط مع غرامة. طبعا الغرامة دي بقى بتتفاوت على حسب بقى القانون، ممكن بقى غرامة مالية ممكن غرامة بالحبس، فالموضوع ممكن يكبر منك. فعشان كده في مؤسسات كتيرة بتلجأ فقط لتطبيق السلامة والصحة المهنية من أجل بس رفع الغرامات ومن أجل البند القانوني وأنه ما يحصلش فيها حاجة أو المؤسسة تتعرض لأي مشاكل أو غرامات مالية. يبقى دي كانت الأسباب الخاصة بتطبيق ليه الناس بتطبق أو المؤسسات بتطبق سلامة وصحة مهنية. طيب عندنا بقى المعايير
اللي انا بحطها للسلامه والصحه المهنيه في اكيد معوقات. ايه المعوقات؟ والله او المعوقات دي متعدده. والله الموقع لو عندي كبير قوي وفي اعمال كتيره متداخله ده ممكن يكون معوق. ازاي بقى؟ في انشطه متعدده وفي اعمال متداخله، بيبقى عايز حد متخصص جدا 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 وفاهم جدا 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 اللي انا احط معايير جيده للسلامه والصحه المهنيه واقدر كمان اطبقها. دي احد الاسباب. كمان المسائل السلوكيه، انا بعتبر تطبيق السلامه والصحه المهنيه في المقام الاول بيعتمد على المسائل السلوكيه. كلشر عندنا في السلامه والصحه المهنيه تكاد تكون منعدمه. ما تيجي تكلم عامل انا خايف عليك، البس الحاجات ديت، ابدا اشتغل صح، لك انا متعود، انا بقالي 30 سنه شغال كده، انت خلاص بقى انا ما بعرفش اشتغل كده، انا متعود على كده. فطبعا السلوك بيكون عائق كبير جدا 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 احنا كمهندسين في السلامه قدام ان احنا نحقق معايير جيده للسلامه والصحه المهنيه. ممكن كمان يكون في العيب في المؤسسه نفسها، ان هي مش عندها امكانيات ماديه، ان انا مش قادر اوفر معدات جيده، بستخدم معدات متهالكه، بستخدم تولز غير صالحه، ما بوفرش سبل الامان للعاملين، بوفرش بيئه عمل للعاملين. فدي ترجع للامكانيات الماديه بتاعتي او امكانيات بشريه. يعني ايه امكانيات بشريه؟ ان انا بوظف جهة أو إدارة كاملة متخصصة في تنظيم أمور السلامة والصحة المهنية، مهندسين وفنيين ومشرفين. فطبعا دي الإمكانيات البشرية. أو كمان حاجة مهمة، ضعف جهات إنفاذ القوانين. يعني إيه؟ إن أنا أصلا الجهة المنفذة للقانون في البلد مش مهتمة أصلا، مجيش تفتش عليا، يعني سيبك منهم كده كده مش هيجوا، فأنا كده كده هطبق لي سلامة وصحة مهنية. لو ما كانش عندي الدافع الأخلاقي، كانش عندي الدفع الاقتصادي، يبقى الدفع القانوني مش ايه، مش ههتم بيه، فخلاص. فكده كده الدوافع كلها اللي انا اطبق بيها سلامه وصحه مهنيه مش موجوده، فبالتالي مش هحقق المعايير الجيده للسلامه والصحه المهنيه. طيب بعد كده احنا في موقع عمل، كل واحد في الموقع ده بيبقى له حقوق وواجبات. طيب انا عامل او موظف، عامل دي يعني كلمة تطلق طبعا على حتى اكبر رأس في المجموعة لأصغر واحد في المجموعة، ان انا داخل موقع العمل. طيب ايه بقى حقوقي؟ لازم اعرف حقوق الاول عشان اهتم، بعد كده اعرف الواجبات اللي عليا. طيب انا كحقوق عامل، انا ليه حق في المعرفة وليه حق في التدريب. اول ما بدخل لازم اتعرف على موقع العمل، لازم اتعرف على طبيعة عملي، ولازم اتدرب عليه. طيب انا اتعرفت واتدربت، ليه الحق في توفير المعلومات الكافية. المعلومات الكافية دي ممكن تكون في كتالوجات، ممكن تكون في استيكرات متعلقة، ممكن تكون في علامات ارشادية، ممكن تكون حتى في مشرف عليا. طيب ليه الحق في مغادرة العمل اذا كان يمثل خطر. لازم من حق اي واحد في موقع العمل يكون للحق ان هو يقول ستوب، انا مش هشتغل العمل ده ما دام في مشكله او خطر بيهددني. ليه الحق في الاستشاره، استشاره بقى بالمهندس المسؤول عليا او بالمشرف او صاحب العمل نفسه، ان انا في حاجه متردد فيها، في حاجه مش فاهمها، ليه الحق ان انا استشير الاعلى مني. طب ايه هي بقى الواجبات؟ مبدئيا كده احنا عايزين نعرف ان السلامه يا جماعه مش مسؤوليه اداره السلامه مثلا او مهندسين السلامه او مشرفين السلامه، لا، السلامه دي سلامتك انت، فدي مسؤوليه كل واحد بيدخل موقع العمل. طيب المفروض بقى من واجبات العامل، انا كشخص جوه العمل، انا اتدربت واتعرفت وعليا مشرف وفي علامات ارشاديه وكل حاجه متوفره لي في سبل المعرفه، انا بقى المفروض التزم. يبقى انا المفروض التزم بالتعليمات اللي انا اخدتها او التعليمات الموجوده في موقع العمل بتاعي. كمان اللي انا المفروض لو لقيت اي خطر بيهدد بيهددني انا او بيهدد حتى زميل ليا، لازم ابلغ، ما خافش. في ناس كتير بتشوف طنش، في ناس حتى بتشوف حوادث وما بيبلغوش، بيداروا على زميلهم وخلاص. ليه؟ اما بيحصل حادثه احنا لازم نبلغ. ليه بنبلغ؟ اولا حقك عشان تضمنه، لان انت اتصبت في موقع العمل. ثانيا علشان الناس المتخصصه تبدا تيجي تحقق، فتعرف فين المشكله، فتبدا تعالج المشكله، فتمنع تكرار المشكله.
يبقى لازم نبلغ عن اي خطر على وشك الحدوث، على اي اصابة انا بدأت احس ان انا بتعرض لحاجة نتيجة العمل بتاعي. زي مثلا ابدأ احس مثلا بتقل في السمع، يبقى انا في الضوضاء عالية. ابدأ احس مثلا ان بدأ الضغط عندي بدأ يرتفع، ان نظري موضوع مثلا لو في صداع ولا حاجة وانت شغال فيه بقيت عمل حارة، لو تنميل في الاطراف عشان مثلا فايبريشن، لازم ابلغ عن الاصابات المهنية لازم. طيب لازم كمان صاحب العمل وفر لك مهمات وقاية، لازم التزم بيها. مش انا وفرت لك مهمات وقاية واركنها معايا في الدرج او في الدولاب، يبقى لازم التزم بيها. مش مريحاك تبلغ في مشكلة فيها تبلغ، لازم تلتزم في الاول وفي الاخر اللي انت لازم تلتزم بالمهمات اللي انت استلمتها، وفي اي مشكلة لازم تبلغ عنها. كمان ان انا المفروض احافظ على معداتي اللي انا استلمتها، مهماتي الشخصية اللي انا استلمتها، الادوات والعدد اللي انا استلمتها، كل دي من واجبات المعمل بنعرفها، بنريح وبنستريح. فلازم كل واحد يكون مدرك كويس قوي ايه حقوقه وايه واجباته. طيب بعد كده عايزين نتعرف على ليه بقى ان احنا خلاص عرفنا الدوافع وعرفنا حقوقك وعرفنا واجباتك، اما انت بقى تطبق السلامة والصحة المهنية وتطبق معايير جيدة من السلامة والصحة المهنية، ايه اللي هيعود على المؤسسة، ايه اللي هيعود عليك انت كفرد؟ والله كمؤسسة كوني لنا هبقى متوافق مع المطالبات القانونية، دي حاجة في صالح المؤسسة. تقليل طبعا الغرامات والمخالفات، دي حاجة في صالح المؤسسة. تقليل معدل إصابات العمل والحوادث والأمراض المهنية، دي حاجة في صالحك أنت كشخص. كمان موضوع تحسين سمعة المؤسسة، دي حاجة مهمة جدا في زيادة القدرة التنافسية في سوق العمل، في زيادة معدل الإنتاج، في زيادة معدل الدخل وجذب العملاء. حاجة مهمة جدا جايز الناس ما بقاش لمساها، ان انا ما بكون مطبق سلامة وصحة مهنية عندي اخلاقيات العامل بتبقى بزيادة. يعني ايه بزيادة؟ اخلاقيات العمل اما احس ان صاحب العمل مهتم بيا وبيعاملني كبني ادم مهتم بسلامتي، انا هبقى منتمي اكتر للمؤسسة دي، وبالتالي في معدلات التيرن اوفر ده اللي انا هشتغل في الشركه دي شويه، يا عم انت شركه اي كلام، هسيبها وامشي واروح لغيرها واروح لغيرها، لا يبقى في ثبات اكتر واخلاص اكتر للمؤسسه دي. كمان الاقساط التامينيه هتقل، موضوع بقى التكاليف المباشره والتكاليف الغير مباشره للحوادث والاصابات هتقل او ممكن تنعدم. كمان الشكاوي بقى العاملين والعملاء هتقل، كل دي حاجة هتصب في مصلحة المؤسسة وتصب في مصلحة العامل. طيب عايزين بقى نبدأ كده نفكر ازاي هندير السلامة والصحة المهنية. اي حاجة يا جماعة في الدنيا عشان نديرها لازم اول حاجة نبدأ لها نفكر احنا عايزين ايه، بعد كده نبدأ نخطط، بعد ما نخطط ونحط الستيبس بتاعتنا كده نبدأ ننفذ، بعد ما ننفذ نبدأ نشيك بقى هل في حاجة ظهرت، هل السيستم اللي انا حطه ده صح، هل في ديفوهات بدأت تظهر، ابدأ اعالج المشكلة وابدأ اعمل تكرار للموضوع تاني عشان الحاجات اللي ظهرت كعيوب ابدأ اتفاداها واحط خطوات النجاح ليها وابدأ اعمل تشيك مرة تانية وهكذا. يبقى عشان ندير اي سيستم في الدنيا في اربع خطوات اساسيين: think, plan, do, check. عندنا ده اللي هنتكلم فيه في استفاضة في محاضرة تانية، بس علشان نبدأ نعمل سيستم صح هنبدأ نقول خطوة خطوة، بس مبدئيا كده على السريع خطوات السيستم راح بنحط اول حاجة بوليسي، سياسة عامة للسلامة والصحة المهنية خاصة بالمؤسسة.
ببدأ أعمل كده. بعد كده بعد الأورجنيزيشن اللي أنا أقول بقى مين رئيس مثلا مجلس الإدارة، مين المهندس المسؤول عن إدارة كذا، مين الفني، مين المشرف، مين ببدأ أعمل أورجنيزيشن أو الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ببدأ أعمل بعد كده البلان اللي احنا قلنا عليه ونطبق اللي هو الدو بلان دو. بعد كده بعمل بقى ميجرينج اللي هو التشيك، أبدأ بقى أشيك على السيستم بتاعي، أبدأ أحلل الحاجات اللي حصلت، وأبدأ أعمل بعد كده الريفيو والأوديتنج. الأوديت اللي هو المراجعة، ودي بتنقسم لحاجة اسمها مراجعة اللي هي الانترنال والاكسترنال، داخلي وخارجي، كل ده هنتعرف عليه بعد كده. ببدأ كده نعمل اللي هو كونتينوال امبروفمنت. زي ما احنا شايفين كده، شايفين ال بلان دو تشيك اكت، ودي حاجة ما بتخلص. تمام، هنفضل على طول ان احنا نختبر السيستم بتاعنا عشان يعني فور مور امبروفمنت. امبروفمنت دي حاجة هتصب في صالحي وفي صالح العامل في الاول وفي الاخر. تمام، عايزين نختم عند كده. اتمنى ان تكونوا استفدتوا النهاردة وطلعتوا بمعلومات جديدة. عايزة رأيكم في المحاضرة، وعايزة كمان اعرف لو في مواضيع حابين نتكلم فيها بعد ما نخلص الاساسيات اللي احنا ناويين ان شاء الله اللي احنا نتكلم عنهم. وشكرا يا جماعة ليكم.